أولا تعليق حضراتكم سريعا جدا على ما قيل على لسان الأستاذ محمد مختار المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر. تصريح في وقته عشان نقفل بقى الملف ده تماما، وبدل ما كمان أعطي وجهة نظري يعني واحدة من المساوئ اللي ممكن تحصل في الميديا إن جملة غير صحيحة أو جملة غير صادقة يبدأ ترديدها بشكل زايد عن اللزوم، وبالتالي عبر الأجيال يبدأ ده ينقل عن ده وده ينقل عن ده لغاية لما تتحول الجملة غير الصادقة أو غير الصحيحة إلى ما يشبه الحقيقة. أنا شايف التصريح جيد جدا ويوضح الأمور كلها عشان نقفل الملف ده، ويفترض بعد كده في قانون الإعلام الخاص بالمجلس الأعلى للإعلام في مواد تمنع تناقل الأخبار أو المعلومات غير الصادقة أو غير الحقيقية، وبالتالي يجب التعامل على هذه الأمور، لأن الحتة دي بصراحة بتبقى أمور شائكة ويعني فيها أطراف بيمسوا بلاد وبيمسوا مسؤولين وبيمسوا كمان مناصب كبيرة. فبشكر جدا جدا المسؤولين عن صندوق تحيا مصر لتوضيح الأمور لكافة الناس المهتمة في الشأن الرياضي بهذا الأمر. يعني أيمن، يعني هي الفكرة كلها ان من المفترض ان خلاص ما يبقاش في مجال ان الموضوع ده يتفتح تاني، ولو كل شويه نسمع نقول رجع الساعات مش عارف ايه ونقعد ندبدب كده ونعمل بايدينا وبتاع والكلام اللطيف يعني اللي بيحصل ده في الاخر، يعني في المكان اللي اتقال يعني النادي الاهلي اعلن قبل كده عن الخطوات دي والنادي الاهلي نفذ الخطوات دي، وفي الاخر حتى قبل ما النادي الاهلي يعني ياخد الخطوه بتاعت ان هي ترجع او تروح لصندوق تحيا مصر، هي في الاخر كانت داخله النادي الاهلي بمستندات وباوراق رسميه وحاجات يعني معلنه، يعني هي مش حاجات مستخبيه، انا اسف يعني مش حاجات مستخبيه، حاجات معلنه. ولكن زي ما قعدنا 20 سنه او اكتر من 20 سنه بنردد القصه بتاعت نادي القرن، نتمنى بقى ان المره دي ما نقعدش 20 سنه رد، لان قصه نادي القرن ممكن نقعد نحكي فيها اصل الحسابات بقى ونقعد نقول السبعه والتسعه والفيلم الجميل ده، لكن في حاجه زي كده دي حاجه بتمس يعني نتكلم في حاجه تخص الدوله، والدوله نفسها الحمد لله ردت، فخلاص فالموضوع المفروض يتقفل عشان خاطر ما نفضلش في قيل وقال. وفي النهايه النادي الاهلي دايما في الامور اللي زي دي بيمشي بالخطوات السليمه، ومعودنا دايما ان هو بيمشي بالخطوات السليمه، والنادي الاهلي اعلم من فتره ان عن الخطوات، وبالتالي لسه بالرد التاني. طب خلاص ادي النادي الاهلي نفسه طالب والجهه المسؤوله ردت، فمن المفترض يعني مش احنا الطبيعي في الحاجات زي دي يا كابتن اسلام اخيرا ان الناس بتعتذر لما تقول حاجه غلط، طبعا حتى لو ما حدش اعتذر نتمنى ان الناس تعتذر، كل اللي نتمنى يعتذر نتمنى احنا لو عندهم شجاعه الاعتذار يعتذروا. في عصر النسيان لا ما فيش حاجه اسمها عصر النسيان، مين اللي هينسى؟ روح نام وبكره الصبح الناس هتتكلم في حاجه تانية وانتهى الموضوع. لا لازم يبقى في اعتذار يا كابتن اسلام. انا ممكن اعمل ايه؟ خلي بالك ممكن اعمل هنا عداد واقول اعتذروا بعد يوم، بعد اثنين، بعد ثلاثه، بعد اربعه، النهارده اليوم الخامس، النهارده اليوم السادس، هيحصل ترند جديد والناس تتكلم عليه برضه. طب ماشي احمد. كابتن الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي بصراحه لا يكذب، لا يتطاول، لا ما بيسب، لا يسب صراحه، ده دليل براءته جايه يعني من صندوق تحيا مصر اهو، من خلال بروتوكول تم عقده من شهر مارس 2021، يعني الكلام ده من زمان بقاله اكتر من سنه اهو، سنه ونص. يعني اتمنى بقى الناس اللي هي يعني بتتكلم او خلاص بقى تقفل الموضوع دوت، الكلام كله طلع على لسان صندوق تحيا مصر، كان كابتن الخطيب طلع واتكلم وقال ونفى الكلام ده كله وقال، لكن ده برضو زياده تاكيد على الكلام من خلال المصدر الرسمي بقى كمان صندوق تحيا مصر، اللي هو بيطلع وبيقول ان احنا وقعنا بروتوكول تعاون مع النادي الاهلي لتسليم الهدايا التي حصل عليها المجلس سواء كان بشكل مادي او بشكل عيني على شكل تبرع بناء على رغبته. فاعتقد يعني نتمنى ان الموضوع ده ما يبقاش فعلا زي موضوع نادي القرن والناس تقعد تردده وكلام، لا الموضوع ده يتقفل تماما، خاصه كمان ان دي بتبقى حاجه خاصه ب يعني اعراض ناس وحاجات زي كده، ما ينفعش ان هي نتكلم فيها، يعني خلينا دايما بنتكلم في الاطار المحترم، في الاطار الرياضه، في اطار اللي احنا بنسعى عليه دايما. نتمنى ان ده يحصل. جيمي، ناخد الموضوع من اوله. اجراء اتخذوا النادي الاهلي بتوقيع البروتوكول وطلبوا انه يسلم هذه الهدايا التي دخلت النادي الاهلي بمحاضر رسميه، واكدت وزاره الشباب في حينه بعد مراجعه هذه المحاضر انه ما تم ذكره في هذه الاوراق عينيا هو موجود داخل النادي الاهلي سواء كان على صيغه هدايا عينيه او ماليه، ثم تبعوا النادي الاهلي والاجراء وطلبوا رسميا
في مارس 2021 انه يتم تسليم هذه الهدايا بشكل رسمي، وبعد الجرد وبعد مجموعه من الاجراءات ظهر النهارده تصريح وانتهاء هذه الاجراءات، تصريح كاشف وحاسم لهذا الامر. اتمنى انه التناول لهذا الامر مره اخرى باي شكل من الاشكال يقابل بشيء مماثل لهذا التصريح، انه يكون هناك حسم وحساب، هناك حسم وحساب لاي تطاول، بغض النظر ان انا يمكن متفق مع كريم انه لن يكون هناك اعتذار، لانه هناك مجموعه من الاوراق الرسميه التي اكدت على براءه النادي الاهلي وصحه موقفه فيما يخص هذا الامر من وزاره الشباب، وهي ايضا جهه حكوميه رسميه، واستمر التطاول بنفس الطريقه. فاعتقد انه لن يكون هناك اعتذار، لكن اتمنى انه اذا حدث بعد فتره وبعد ما الناس نسيت يكون هناك حساب رادع وحاسم لاي حد يخوض في اعراض وزمم ناس محترمه شرفاء، مش بكلامنا ولا بكلامهم، ده بكلام الجهات الرسميه والحكوميه في مصر. إذن قول فصل في هذا الامر، وبالتالي لن نتكلم عن هذا الامر، واذا عدتم عدنا، يعني لو حد اتكلم في هذا الامر مره ثانيه هيخلونا نتكلم في امور اخرى كثيره، وبالتالي لا هو كده هنا في حاجه خطيره جدا، حاجه مشكله، ده مشكله كبيره. لو حصل كلام تاني او فتح الموضوع مره اخرى بعد التصريح الرسمي من صندوق تحيا مصر، فهنا الامر لا يخص النادي الاهلي فقط، ولكن يخص تحيا مصر. تصريح رسمي من مسؤولين صندوق تحيا مصر، ده المتحدث الرسمي. هنا في مشكله، فاحنا برضو عايزين يبقى برضو بندي رساله للشباب الصغير، المفروض احنا بنعلم، مش اي حاجه مفتوحه للكلام. يعني مش اي حاجه انا مباح ليا ان انا اشكك فيها، حتى ايفن لو انا عندي استفسار او تساؤل، لا انا ممكن في الباك يارد، او ممكن يعني ورا الهواء، ورا الستار، ورا الكواليس، اقعد اعمل السيرش بتاعي واعمل الشغل بتاعي، وبعد كده اتاكد واشوف اموري. لكن ما ينفعش يا كابتن اسلام، فعلا في الاعلام المصري انا عارف ان هو ما ينفعش، والله والله بجد على فكره عالم مجلس اعلى الاعلام الحته دي ياخدوا بالهم منها، مش كل حاجه مباحه لان انت تتكلم فيها، يعني يبقى الناس كاننا بصراحه يعني قاعدين في قعده يعني صحاب او قعده قهوه وقاعدين بنتكلم زي ما احنا عايزين قدام الكاميرا. لا، الكاميرا دي المفروض ليها حساب، وكمان انت اللي بيتكلم ما يعرفش مين بيتفرج عليه. انا ما اعرفش، اكيد في واحد صغير، في واحد شاب، في واحد مراهق، في حد كبير في السن، في سيده، في اب، في ام. فاتمنى بصراحه ان دلوقتي الوضع حته فتح الامر مره اخرى، ده في وجهه نظري ما بقاش في لهم مساحه خالص. استاذ محمد عثمان برضو ممكن يتحرك كتير الفتره اللي جايه بعد اعتقد ان بعد هذا التصريح وبعد هذه الامور. انا الحقيقه بس بحاول انتقي كلامي، لانه الكلام اللي الواحد بيسمعه خلال الفتره اللي فاتت بالكامل او خلال السنه ونص اللي فاتت كان يعني كلام الحقيقه. ومره ثانيه انا بشكر مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب على ان دايما الكابتن، حتى الكابتن خطيب كان، وانا بقولها حاجه كده ده يعني دايما كابتن خطيب لما كنت بتكلم معاه في هذا الامر يقول لي يا اسلام القنوات الشرعيه، القنوات بجد والله العظيم ده مش كلام على هوا بطلع اقول ولا حاجه ولا خلاص، ولكن يقول لي اسكت، احنا مش بنرد غير من خلال القنوات الشرعيه والقنوات القانونيه والشرعيه. وبالتالي الحمد لله، الحمد لله ان الامور دائما، والحمد لله ان انا يعني انا بتعلم من الكابتن خطيب ومن الاستاذ العمري ومن الاستاذ خالد مرتجي ومن كل اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، ان بالفعل الصمت هو لغه العظماء، لان هذه الكلمه كانت في النهايه البعض حاول ان يشكك في هذا الامر برضو خلال الفتره اللي فاتت. الحقيقه يقول لك يا جماعه انتوا هتفضلوا قاعدين ساكتين، انتوا مش عارف ايه، وفاكرين ان ده ضعف. لكن الحمد لله والشكر لله على مدار الايام السابقه وعلى ان شاء الله الايام القادمه هيعرف الكل ان هذه الكلمه ستظل دائما خالده بالنسبه لكل مسؤولين في النادي الاهلي، كلمه ان الصمت هو لغه العظماء، وان احنا دائما مش معناها ان احنا ساكتين، ولكن دائما بنرد من خلال القنوات القانونيه والشرعيه. نتمنى اخر حاجه كابتن اسلام، مجلس الاعلى للاعلام فعلا يعني لازم يبقى حريص، يعني زي ما احنا اكثر حرصا ان احنا واحنا بنتكلم، حضرتك بتقول كده بتحاول تنقي
الكلام والمفردات عشان طبعا. يعني دي رساله بنوجهها للناس، فنتمنى ان المجلس الاعلى للاعلام في هذا الامر تحديدا، لان خرج كمان تصريحات زي ما قلنا هي تصريحات رسميه من الدوله المصريه عن هذا الامر، فيا ريت المجلس الاعلى للاعلام يبقى بيراقب. والنادي الاهلي برضه في اكثر من مره كان بيخاطب المجلس الاعلى للاعلام في البيانات اللي احنا شفناها والرسائل اللي احنا شفناها للمجلس الاعلى للاعلام عشان خاطر بعض التجاوزات اللي في حق اعضاء مجلس الاداره في حق اعضاء النادي الاهلي وجماهيره. فالمفروض في هذا الموضوع زي ما في مواضيع تانية تتعلق بتعليق على هدف وبتعليق على معرفش ايه كان بيتخذ فيها قرارات، نتمنى ان الموضوع ده لو فتح مره اخرى، خصوصا ان هو لما بيتناول في وسائل اعلاميه، فيبقى المجلس الاعلى للاعلام ياخد بدوره وياخد القرار بالظبط كده. بس ان شاء الله ده يحصل، لانه الحقيقه كل المجموعه اللي موجوده في المجلس الاعلى للاعلام انا متاكد من خبرتها ومتاكد من حيادها اللي ان شاء الله نشوفه خلال الفتره اللي جايه في اي حاجه هتحصل خلال الايام القادمه. واحنا يعني لو انا متاكد ان مجلس الاعلى للاعلام عنده قنوات رصد كبيره جدا جدا لكل اللي بيحصل، واحنا عندنا قنوات رصد برضو وعندنا امور بترصد وعندنا ناس بترصد هذه الامور لكل من يتجاوز في حق النادي الاهلي. فلو حضراتكم احتجتونا في اي حاجه احنا دايما موجودين ودايما بنقف وبناخد دائما زينا زي النادي الاهلي طريق واحد فقط وهو القنوات القانونيه والشرعيه.